اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إخواننا الكرام، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة إن شاء الله. أنا هاني فرج من قناة عربيات. قبل ما نتكلم عن العربية اللي معانا النهاردة، لو حضرتك أول مرة بتشوفنا على القناة، يا ريت تشترك في القناة وكمان تفعل زر الجرس على الكل علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. النهارده ان شاء الله جبت لحضراتكم عربيه شيفروليه دبابه موديل العربيه 2010 مستعمله للبيع في مصر. يلا بينا على بركه الله. هسيب حضراتكم دلوقتي مع بعض الصور الخاصه بالعربيه، وبعدين هقول لحضراتكم على مواصفات العربيه وكمان طرق التواصل مع صاحب العربيه. يلا بينا على بركه الله. رجعت لحضراتكم من جديد علشان اقول لحضراتكم دلوقتي على بعض المواصفات الخاصه بعربيه شيفروليه دبابه موديل العربيه 2010. العربيه فابريكه بالكامل، العربيه فابريكه بره وجوه بدون جرام بويه واحد. العربيه فيها كاوتش جديد، العربيه الموتور والات الجر والكورونا والشاسيه كله بحاله سليمه، العربيه مش عايزه جنيه مصروف، العربيه فيها رخصه لمده 4 شهور، العربيه تعتبر من الممنوعات، العربيه زي ما قلت لحضراتكم فابريكه بره وجوه يعني ما عليهاش دهان نهائي. صاحب العربية قال السعر هيكون من خلال الاتصال، وكمان لو حضرتك عايز تسأل عن بعض الأمور الأخرى الخاصة بالعربية اللي معانا النهاردة اللي هي شيفروليه دبابة موديل العربية 2010، للتواصل مع صاحب عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2010 هيكون على رقم 010-33-64773. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 010-33-64773. ده كان موضوعنا النهاردة. استنونا في عربيات مستعملة وعربيات جديدة على قناتكم على اليوتيوب قناة عربيات. لو عجب حضرتك الفيديو واستفدت منه ما تبخلش علينا بلايك، وكمان تفعل زر الجرس على الكل علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.